بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالدكتور هاني البنا في المادة الثالثة من تجارب ومؤسسات خيرية وإنسانية ضمن دبلوم العمل الخيري والإنساني الدفعة الثالثة والمحاضرة الأولى من هذه المادة. الدكتور هاني هو دكتور حاصل على دكتوراه في الطب من جامعة برمنغهام في بريطانيا، مؤسس أكبر منظمة إسلامية في الغرب، مؤسس منتدى العمل الإنساني العالمي، وله إنجازات كبيرة في مجال العمل الخيري والإنساني. تفضل دكتور هاني، حياك الله. شكرا يا أستاذة أميرة، وجزاك الله خير على المجهود الرائع اللي بتقوم بيه أنت والأستاذة هاجر وكل الناس الطيبين اللي بيحاولوا إرساء قواعد العمل الإنساني على مستوى ليس فقط المستوى السوري لكن مستوى الصعيد العربي والعالمي إن شاء الله. اليوم بنتكلم عن موضوع حساس جدا جدا جدا، هو النسب الإدارية. الموضوع ده هنتكلم فيه بمنتهى الصراحة، منتهى الصراحة بمعنى إن إحنا هنكون صريحين جدا مع المانح، وكذلك صريحين مع الجمعيات، وكذلك صرحاء مع اللي هم أصحاب الحقوق، وأنا بسمي أصحاب الحقوق هنا اللي هم مش المستفيدين. أنا بطلت أستعمل كلمة المستفيدين دي لأنها فيها إهانة للفقراء والمساكين والنازحين واللاجئين والمرضى والعجزة. لماذا؟ إن كل الأموال التي بين أيدينا هي أموالهم، فكيف نسميهم مستفيدين وهم أصحاب الحقوق الذي يصرفون علينا من الأموال التي تجمع لهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم؟ فلذلك أنا بسميهم أصحاب الحقوق. فكلمة أصحاب الحقوق أنا عايزكم تاخدوا عليها يعني وتنفذوها، هي كلمة مهمة جداً بالنسبة لنا عشان نغير ثقافة فكرنا العلوي على اللي هو إن هؤلاء الناس يعني مستفيدين. نحن أجراء، لا مش أصحاب مصلحة أبدا، جزاك الله خير. المصلحة لينا، إحنا عايزين نحط تعريفات لينا، تعريفات لينا تطلع من ثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا وفلسفتنا وديننا وتراثنا. هم أصحاب الحقوق ونحن، أختم المقدمة دي، أجراء لدى الفقراء. نحن أجراء لدى الفقراء، نحن أجراء لدى الفقراء. ولولا ما كنا نجمع أموال لهم ما كانت لنا رواتب من هذه المؤسسات. نخش بقى في الموضوع. في ده الفهرس اللي احنا نتكلم عنه في 7 نقاط أساسية. أول نقطة هي تعريف المصاريف الإدارية. كل هذه اجتهادات يا شباب، كل هذه اجتهادات من حق أي أحد فيكم عنده خبرة وعنده تاريخ وعنده دراية إنه يحط اجتهاداته، مش عيب أنت تحط تعريف أنا أحط تعريف إلى آخره. فكل اجتهادات تعريف المصاريف الإدارية، ما هي المصاريف الإدارية بتحتاجها المؤسسات، ما هي النسب المقررة للمصاريف الإدارية، أين تقع المشكلة بأسبابها الداخلية أو أسبابها الخارجية، كيف نقلل المصاريف الإدارية، ونداء عام للجمعيات والمؤسسات، ثم كيف نحقق هذا النداء العام على أرض الواقع المجتمعي الذي يعاني من ولاته من أصحاب الحقوق. أصحاب الحقوق، أصحاب الحقوق، ونحن أصحاب المصالح معه. أول حاجة في تعريف المصاريف الإدارية هي المصاريف التي بدونها لا تدار المؤسسات، وبها تدار المؤسسات، ولا تستطيع مؤسسة أن تعمل بدونها. اسمعوا الكلمة دي بقى، ولا توجد هناك مؤسسة أو مهمة أو جمعية أو حكومة أو أي شيء ليس لها مصاريف إدارية على أرض المعمورة. مفيش أبدا شغل يعمل على أرض المعمورة بدون مصاريف إدارية، ومن قال لك غير هذا فهو يخادعك، وأنا على ذلك شهيد، وأنا أقف أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الرأي أمام الله سبحانه وتعالى. لا يوجد عمل على أرض المعمورة دون أن يكون لهم مصاريف إدارية معلنة أو غير معلنة. المكان الوحيد الذي ليس فيه مصاريف إدارية هو فين يا شباب؟ هو في الجنة. يبقى الواحد قاعد كده إن شاء الله قولوا أمين، تخش كله الجنة، كلكم قولوا أمين، قولوا أمين، ها أمنوا عشان ربنا استمع لدعاء لتأمينكم فيقبل دعاء إن شاء الله. أيوة جزاكم الله خير.
ليه؟ لان انت بتكوني قاعده في الجنه او انت كنت قاعده في الجنه وعايز تاكل فرخه محمره، بس بتفكر فيها، تيجي لك الفرخه المحمره قدامك، تيجي لك البطه قدامك، تجيبك الملوخيه قدامك، كل الحاجات تجي لك قدامك. ده المكان الوحيد، المكان الوحيد اللي لا فيه لا تعب ولا نصب ولا كبد ولا عناء ولا زهق ولا اي شيء. يعني ان شاء الله لما نخش كلكم جنه بعد عمر طويل ما عندكوش مصاريف اداريه معانا، ربنا يبارك فيكم. الشريحه اللي بعد كده، ايه بقى هي المصاريف الاداريه بتحتاجها اي مؤسسه؟ انا ببسط الموضوع ليكم، خاصه قد يكون في بعض المؤسسات هي لسه مؤسسات بادئه. هي الرواتب، الايجار، الضرائب، الكهرباء، المرية، القرطاسيات، التكييف، التليفونات، الاصفار، كذا كذا كذا. دي الحاجات اللي انت عايز مكتب تاجره، فالمكتب ده بيحتاج اشياء اساسيه علشان تقول والله انا علشان يكون عندي مكتب. في دلوقتي مكاتب تعرفها تعتبر يعني مكاتب فيرتشوال، يعني ايه؟ يعني في بالعنوان فقط، لكن بتدفع له ايجار. يعني مثلا عندنا مبنى لينا في لندن في بريطانيا، المؤسسه اللي ما بتقدرش تأجر في المكتب بتاعنا ده طاولة، بيقول لها أجري العنوان، وإحنا لو جالك أي مراسلات على العنوان بنبعته لك. فبيجمع بدل ما يدفعوا 200-300 جنيه في الشهر إيجار الطاولة، مش الغرفة، خلي بالكم، الطاولة بيدفعوا مثلا 25-30 جنيه في الشهر، اللي هو إيجار اللي هو اسم المكان. خلاص، دي كلها بنسميها مصاريف إدارية. في مصاريف تشغيليه الفين للمشاريع، لابد وانتم بتعملوا المشاريع يا شباب تحطوها داخل مصاريف تنفيذ المشروع، ما تسماش مصاريف اداريه. يعني انت عملت مثلا مشروع للميه، عملنا مشروع للغذاء، عملنا مشروع لتوزيع الكساء او الشنطه المدرسيه، كل هذه كل منفق فيها هو جزء من المشروع، لا يقوم به المشروع إلا به، لا يقوم المشروع إلا به. فأي شيء بتعمل منه مشروع بتحط مصاريفه كاملة في داخله، اللي ما فيها إيه بقى؟ اللي هي بنسميها ميزانية المشروع، اللي فيها دراسة الجدوى، حاجة المجتمعية اللي هو بنسميها assessment، إدارة المشروع، مراقبة الجدوى، التحليل، الإعلام، المراجعة، التقييد، التدريب، بناء القدرات المحليه، كل هذه الاشياء بتصب في ايه؟ تصب في انك بتبني مشروع مش هينفع. في بعض الدول المتخلفه عقليا وعندها تبول ارادي بتقول لك انا هعمل مشروع ملياري بدون دراسه جدوى. ما تسمعش كلامهم. هم مش عارفين هم عايشين على انهي كوكب. فكل هذه الاشياء توضع في المشروع علشان ما تجوش تعملوا مشروع يعتبر جزء منه قيمة المشروع نفسها اللي هو مواسير المية وكذا 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 وكذا، وبعدين تفصل ده، لا، الكل دول هم مصاريف مشروع، الكل ده مصاريف مشروع. واضح يا شباب؟ واضح. دي المصاريف التشغيلية لكل مشروع. بعد كده، ايه النسب الإدارية المقررة؟ زي ما انا قلت كلها اجتهادات. أنا لما بتكلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى اتعلمت من تحت الصفر، اتعلمت من تحت الصفر. بمعنى إيه؟ لما دخلت كنت طبيب، ما عنديش أي خبرة على العمل الميداني أو العمل الاجتماعي أو العمل الخيري أو العمل الإنساني، وتعلمت وأخطأت وتعلمت وأخطأت وتعلمت وأخطأت، ومن خبرة العمل لمدة قرابة 40 سنة، يعني 38-39 سنة، بدأت أجتهد بعد كده هو. فكلها اجتهادات بتبنى على أساس الخبرات التراكمية لدى القائمين على هذه المؤسسات. يعني نتكلم في هذا الموضوع بمنتهى الصراحة، وأنا أسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. كلامنا ليس قرآن أو إنجيل أو زبور أو توراة، ليس منزل من السماء، ولكنها اجتهادات بشرية نتفق عليها أو نختلف.
ومن وجهة نظر الشخص، سواء كان الشخص ده أنا أو أنتم أيها الشباب، وفق معرفة كل منا المتواضعة بالعمل الاجتماعي والإنساني. هنقسم فيها النسب حسب العمل وحسب الموقع الجغرافي وحسب المكان الميداني، حسب العمل اللي نقوم به مؤسسات ميدانية وجغرافية. خلاص واضح؟ ميداني وجغرافي. النسب حسب العمل ميداني وجغرافي. أول حاجة المبادرة الشبابية، أنتوا مجموعة من الشباب، وأنا بشجع جدا المبادرات الشبابية، اللي يكون مثلا واحدة زي أختنا أميرة ولا أختنا هاجر جات لها فكرة كده ما نايمتهاش طول الليل، واخد بالك، صحيت من النوم مامتها جنبها، جوزها جنبها، أخوها جنبها إلى آخره، فيقول لها ما نمتيش ليه؟ تقول لها فك، تقول اللي حواليها دول أنا جات لي فكرة مشروع، جات لي فكرة مبادرة أعملها، بتكلم صحابها أو أحبها، يلا نعمل المبادرة دي على مستوى الحي. نصيحتي هنا هو في المبادرة دي إنها تكون سهلة وبسيطة وعلى مستوى جغرافي يساوي شارع أو حار، وقد تصل المصاريف الإدارية فيها إلى 0 أو 1% أو 2% أو ماكسيموم 3%. دي المبادرات. ليه؟ لأن كلنا كشباب، أميرة وهاجر وكلكم، ها يعني بتعيشوا وتحلموا إنك تنفذوا المبادرة دي كلها، لأنكم متطوعين. فما حدش ما عنده، لا عندكم مكتب ولا عندكم شيء، والأهل الحارة والشارع بتعاطفوا معاكم لأنكم أو أبنائهم أو جيرانهم إلى آخر. وتكونوا عشان تنجحوا وتكبروها وتحولوها من مبادرة إلى جمعية، تعملوها واضحة وبسيطة في المعالم وملموسة للمجتمع. لنفرض مثلا إن الحارة بتاعتنا بيحصل فيها الزبالة مثلا أو القمامة، نجمعها كل يوم أو نجمعها كل أسبوع، فالمجتمع يحس بيكم فيساعدكم، لأنكم بتقضوا على بعض الأمراض، أو في بعض البلاعات مسدودة فبنتصل بالبلدية وبنجيب بعض الأشياء ننظف بها الشوارع، أو عندنا أطفال عندهم أو كبار عندهم عايزين نمحي الأمية بتاعتهم، فكل هذه الأشياء تكون بسيطة ومعروفة ومعلومة فالناس تتفاعل فيها معنا. اوعى تبدأ كبير في مبادرة. دي اول ايه نوع من انواع اللي هو الاشياء اللي بنعملها في المجتمع من 1 لـ3%. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما الحي يكون كبير شوية مش حارة، او تكون قرية صغيرة، تبقى المصيفة دي تكبر شوية من 3% لـ5% على حسب الحواري اللي موجودة في الحي وعلى حسب حجم القرية. لكن في بعض أحيان القرى دي، في بعض يعني مثلا في بعض القرى في مصر فيها 100,000 و200,000، وفي بعض القرى في أوروبا هتلاقي في قرية فيها مثلا 50 أو 100 أو 200 شخص على حسب المكان. فإيه العملية؟ إيه اجتهادات. المدن، نخرج من القرية للمدن، قد تصل المصاريف من 5 لـ7%، وكذلك في مدن كبيرة وفي مدن صغيرة. يعني مدن زي القاهرة ونيويورك مش ممكن المصاريف هتكون 5%، أو باريس ولندن مش ممكن هتكون 5%، ممكن احنا توصل مصاريف قد تصل لـ10% زي ما انتم شايفين في الشريحة اللي أمامكم. واضح يا شباب؟ شوف احنا بنتدرج معاكم ازاي، ما فيش حاجة من غير مصاريف إدارية. خلاص؟ نمرة 4، نخرج من المدينة إلى المحافظة. ها؟ بتزداد لأنها أصبحت محافظة، فيها مدينة عاصمة وفيها مدن صغيرة وفيها قرى قد تصل لـ10%، وبرضك في محافظات كبيرة. يعني مثلا أنا لما أتكلم على دمشق كمحافظة، أو القاهرة كمحافظة، أو اسكندرية كمحافظة، أو الرياض كمحافظة، اللي هي المحافظات الكبيرة دي كلها، هنلاقي لا مش ممكن هتكون زي محافظة صغيرة، فقد تكون أصل 10%، لكن أنت بتعمل استثناء تزود عليها كمان إيه 1 أو 2 أو 3%، لأنها محافظات كبيرة في مواصلات وفي موظفين وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا.
نخش بقى على المجمعيات اللي بتشتغل على مستوى الوطن، جمعيات بتشتغل على مستوى سوريا، على مستوى الجزائر، على مستوى مصر، على مستوى السودان، على مستوى فلسطين، على مستوى المملكة العربية السعودية، على مستوى الإمارات، على مستوى كذا 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 كذا، ما بتقلش عن 10% وقد تصل ل 15%. لكن في بعض الدول الكبرى، يعني مثلا لما نشوف مثلا دولة زي مصر في أكثر من 100 مليون نسمة، ودولة زي قطر، أو دولة طبعا يكون قطر دولة غنية شوية وصغيرة، لكن نضرب مثلا في دولة زي مثلا سوريا أو السودان، ولو أن السودان فيها مشاكل أخرى في المواصلات فمش هنطبق عليها الإيه المثل ده، فهتلاقي المصاريف الإدارية دي عدت ال 15%. أنا بكون صريح جدا معاكم يا إخوان، أنا ما بضحكش عليكم، اللي بيخبي المصاريف الإدارية هو بيدلس عشان يجي يقول لك مش هديك إلا 1% و 2% و 3%. غلط. أنا لما أكون في السودان والسودان فيها أماكن ما فيهاش مواصلات ودي مشروع من غير مصاريف إدارية، يبقى أنا الآثم اللي هو المانع. أنا لما أكون في أفغانستان ومفيش طرق في بعض الأماكن، ما ينفعش، هضطر إن أنا أكون بقوم بدور الدولة اللي هي لسه بتبنى، أو في الصومال المترامية الأطراف اللي سواحلها أكثر من 3000 كيلو عشان نعرف حجم الصومال، مساحة الصومال قد إيه، أو في كينيا أو في الجزائر، شوف الجزائر بسم الله ما شاء الله مساحتها قد إيه، ولا في كازاخستان شوف مساحتها قد إيه. فلما ننظر جغرافيا وننظر في البنى التحتية في كل دولة من هذه الدول، صعب علينا أن نحدد مصاريف إدارية زي ما نقول بكل لغة الإنجليزية one size fits all، يعني مقاس واحد يسع الجميع، لا يمكن. في إنسان بسم الله ما شاء الله وزنه طن، وفي إنسان بسم الله ما شاء الله وزنه 50 كيلو، هل الجلبية بتاعت الطن دي الشخص اللي وزنه طن؟ مش في ناس، أنا كان عندنا ناس في بريطانيا بسم الله ما شاء الله مش قادر يقوم السرير، تعرف كان وزنه كام؟ 500 كيلو، لما دخلوه في برنامج علاجي وصل وزنه ل 250 كيلو. الجلابية اللي هيلبسها زي الجلابية اللي هيلبسها واحد وزنه 50 كيلو ولا 60 كيلو ولا 70 كيلو، مش ممكن. فاللي يقول لك وان سايز فيتس اول، قول له لا. فبالتالي الجمعيات الوطنية ما بتقلش ابدا عن 10% وقد تصل 15%، وفي الدول اللي فيها صعوبات في ايصال التواصل ما بين مكتبها قد تزداد 2 او 3%. عشان نكون واقعيين، انا بكلمكم بمنتهى الواقعية، وده كلام ابى اسال عليه امام الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للجمعيات الدوليه اللي يجي يقول لك 0%، قول له انت كذاب، انا عارفهم وعايش معاهم وتعبان منهم، لان انا عارفهم زي ابوهم وزي امهم وزي اخواتهم وزي عمهم وعمتهم، ما بتقلش عن 15%، قد تصل 20%، في بعض الاحيان قد 25%. ليه؟ لان انت عندك مؤسسه ليها مكتب رئيسي، ليها مصاريف إدارية، وده للكل مش فقط لمؤسسة معينة، وعندها ليها مكاتب فرعية، وكل مكتب فرعي ده ليه مكتب تاني في محافظة. يعني مثلا لنفرض إن مؤسسة إكس موجودة في بريطانيا ولا في الكويت ولا في البحرين ولا في الإمارات، يبقى في مصاريف إدارية للمكتب الرئيسي خلاص، وبعدين حابة تشتغل في أفغانستان ففي مكتب في كابول، في مكتب في كندهار، في مكتب في 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 أوريزجان، في مكتب في أماكن أخرى، في مزار شريف، كل مكتب من دول في مصاريف إدارية. إحنا هنضحك على بعض ولا هنكذب على بعض؟ إحنا هنقابل ربنا بأموال الغلابة والمساكين والمحتاجين، يبقى ليه نكذب على المانع؟ ليه نكذب على المانع؟ فبالتالي من الشفافية والمصداقية تقول كده، وإلا نقعد في بيتنا ما نخش في العمل ده كله. فده بالنسبة للمؤسسات الدولية. يبقى احنا اتكلمنا، ارجع اشرح لنا قبل كده يا أخت هاجر، من 1% في المبادرات إلى 25%. لكن تيجي تقول لي 0%، أقول لك آسف، راجع عن نفسك مرة أخرى
قبل أن أطلق عليك أنك لا تقول الحقيقة وتدلس على المجتمع. واضح يا شباب اللي معانا؟ جزاكم الله خير. اللي بعد كده المشكلة بتقع فين بقى؟ مشكلتنا فين بقى؟ مشكلة مش في الفقراء والمساكين، مشكلة في عقلية القائمين على العمل اللي عايزين يقولوا للناس احنا ما بنصرفش الا 0%. قول الحقيقة. يعني لما كانوا بيجوا انا كنت مسؤول الاغاثة الاسلامية في يوم من الايام لغاية سنة 2008. لما كانوا بيجوا يقولوا مصرفكم قالوا عندنا مصرف ادارية، والمصرف الادارية ما هياش زي بعضها في كل مكان. في مشروع بياخد 10%، في مشروع بياخد 15%، مشروع بياخد 30%، لكن المتوسط قد يصل من 15% لـ 20% لأنها مؤسسة دولية. لكن حذاري، كنا بنعلم الشباب زمان لما كنا صغيرين في سنكم، ربنا يديكم الصحة والعمر، إن أوعى تخبي على المانح ولا على المجتمع إنك ملك في مشروع إدارية عشان تاخد تبرع رخيص. هيجي بعد كده الناس يقول لك كذاب. يبقى عقلية القائمين على العمل اللي هم بيقول لك لو احنا ما قلناش هنجيب فلوس أكتر، كلام فارغ. نمرة اتنين، من الأسباب الداخلية، أو في نوع أسباب داخلية أسباب خارجية، إن الجمعيات دي بتسيس نفسها تكون تبع توجه معين أو تبع حزب معين أو تبع أيديولوجية معينة أو تبع جماعة معينة أو تبع عرقية معينة أو تبع مذهب. دي كلها مشاكل. مشاكل العمل الإنساني فضفاض ومبحبح يسع الجميع. في كل كبد راتب صدق، مش في كل أدلاجة أو جمعانة أو عرقانة أو مذهبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد راتب صدقة، في الطير في صدقة، في الحيوان في صدقة، في الشجر في صدقة، في إماطة الأذى عن الطريق في صدقة. ده غير إيه؟ ده غير الأحياء نفسهم، دول البشر نفسهم. يعني من أجمل الصدقات في الفترة اللي فاتت دي، الأسبوعين اللي فات دول، خاصة في الشرق أو في الغرب، سقيا الماء للطير في وسط الصحراء زي ما كنا بنشوفه على الفيسبوك وعلى الأفلام اللي كان الشباب بيعملوها. بيقفوا عربياتهم في وسط الصحراء وينزلوا يسقوا طير أو يسقوا غزالة هتموت. دخلت امرأة الجنة ها في كلب سقط، وكانت باغية من باغيات بني إسرائيل. ودخلت امرأة جهنم والعياذ بالله في قطة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. ده اللي هو العقلية اللي بنتكلم عنها. حاجة إن بعض الجمعيات بتعين من ليس لهم كفاءة أو خبرة أو رؤية. مصيبة سودة في الرؤية دي ومصيبة سودة في الخبرة دي. كنت أنا بتكلم مع زميلي وأستاذي الدكتور سيد زناري، وإحنا جايين من الطيارة النهاردة من برمنغهام من إسطنبول. إحنا لسه واصلين من ساعة، لكن من حبنا ليكم الدكتور سيد زناري والأخت هاجر قالت لازم المحاضرة تقال النهاردة الساعة 8، فطلعنا على طول من المطار ليكم إن شاء الله. مصيبة تكون مؤسسة ما عندهاش رؤية. مصيبة. يعني حتى الأعمى قد يكون عنده بصيرة. مصيبة تكون مؤسسة ما عندهاش بصيرة وكم ما بيعينش ناس الأكفاء عشان يقلل المصاريف الإدارية. ليه؟ بالعكس، أنا لما هعين اللي هو الحرفي المهني القادر واختبر أول خمس، هستطيع من خلال هذا العمل المكلف إن أنا أستطيع أن أحصل على منحة أكتر. لكن ما جيبش فلان أو ما جيبش فلان عشان غاليين، طب ما مش هاجي لك فلوس. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في الجمعيات بحاجة داخلية، عدم اهتمام المؤسسات والجمعيات بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات. ودي كأننا لو أنتوا شايفيني في صورتي وأنا بعمل إيه، يمكن كتير جدا أخت أميرة ربنا يكرمها أو أخونا حمادي من المغرب يقول لي يعني حقات زوجتي
تقول لي ببقى قاعده في الاوضه في الدور التحتاني في البيت عندنا وسامعه صوتك ما تشنكش. اقول لها ما تشنكش ازاي، انا عايش في نار، عايش في نار. النار معناها ايه؟ معناها ان التدريب جزء من البناء، التأهيل جزء من البناء، بناء القدرات جزء من البناء، وجزء من تنمية الموارد المادية للمؤسسة، وجزء من ديمومة عمل المؤسسة. فبعملها ليه؟ اللي بعد كده عدم الاهتمام بمنظومة التبع القيادي. نلاقي القادة بسم الله ما شاء الله بقالهم 30-40 سنة ولا يتحرك الحجر ويتكلم الحجر ويرتفع الحجر إلى عنان السماء وهو قاعد وهي قاعدة. طب ليه؟ طب فين بناتكم؟ فين أبدعكم؟ فين الجيل الثاني والثالث والرابع اللي يخش في مجلس إدارة ويخش في مجلس تنفيذية ويبقى قائد؟ فين؟ النقطة السادسة أو الخامسة، عدم تطبيق المعايير الإنسانية. ماشي كده من غير معيار، زي ما يكون واحد قاعد في بيته كده ومش عارف يظبط البيت. كان في أغنية بنقولها أو مثلا بنقوله، إذا كان رب البيت بتدف طارب ضارب فشيمة أهل البيت الرقص، الرقص بقى أو الغنى وتطلع بعد كده أي حاجة. فالمؤسسة اللي ما بتطبقش معايير الإنسانية مؤسسة ليست إنسانية، واللي من أهمها إسلاميا الشفافية والمراجعة. من أين لك هذا؟ لما وقف عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وهو لابس الجلباب في المسجد يخطب، فوقفه أحد أبناء الأمة الإسلامية وقال له من أين لك هذا؟ أنت اديتنا كل واحد ثوب واحد وأنت عندك ثوبين لأن أنت أطول مننا. قال يا عبد الله قم، عبد الله له ابنه، فقال لهم أنا أعطيت ثوبي لأبي لأنه طويل القامة. قالوا هنا نسمع ونطيع. بدي فيها شفافية. تيجي بقى تقول لي الشفافية دي جاءنا من نيويورك وواشنطن، لا، الشفافية بقول عمر وفي عمل الصحابة. ومن أين لك هذا يا أبو بكر؟ أبو بكر ما كان رايح السوق يكسب قوت لأولاده، فطلعوا له يعني مراتب من بيت المال بيرجعوه كل شوية، صرفت فلوسك إزاي إلى آخر. الأخيرة، النقطة الأخيرة في الأسباب الداخلية، عدم إشراك الشباب والنساء في الدوائر القيادية. أنا مش بقول كده لأن أنا متجندر أو متجندر أو متبندر، لا 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 لا، أنا بقولها ليه؟ لأن المرأة والشاب من أبنائنا وأخواتنا هم 3/4 المجتمع، خلاص؟ وأبناء المرأة ليها عاطفية أنا محتاجها في المؤسسة، وليها ثقافة أنا محتاجها في المؤسسة. تبقى ليه هذا جندر جالي من واشنطن ولا من روما ولا من اي حد، خلاص. والشاب عنده طاقات متفجره، والشابه انا محتاجها في المؤسسه. العمليه مش عمليه اننا اكتشفنا في القرن 21 او 22 او كذا، لا، احنا من زمان الشباب اللي كانوا بيخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وغيرهم، هم صغيرين واللي طلعوا بعد كده هو علماء. يعني لما كانت أم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل بتأخذه هو صغير عشان يصلي الفجر في المسجد، لأن أصبح أحمد بن حنبل ومحمد الفاتح اللي أمه كان بتأخذه هو صغير عشان تنمي فيها هذه القدرات. فإزاي إحنا ما نشركش الشباب دول والنساء؟ ودي قاعدة إسلامية، في كل واحد فينا ليه دور في المجتمع وكذلك في دور في المؤسسة. اتفضل بعد كده الأسباب الخارجية بقى، المانح بقى، وده اللي بيخليني من الحاجات اللي بتخليني يعني إيه أكون يعني مش قادر أتخيلها. نظرة المانحين وفهمهم لمعنى مصاريف إدارية. ويجي لك المانح يقول لك لا أنا هديك فلوس مشفية، بمعناها إيه؟ الخروف يا ابني بكام بتشتري؟ أنا كلمت خالتي في باكستان طلع الخروف بخمسين جنيه وأنت عامله بستين جنيه، أنا هديك الخمسين جنيه بس لأن خالتي في إسلام في باكستان. أنا هقول له ساعتها بقول له أدي فلوسك لخالتك، لأن أنا هجيب واحد يروح يجيب الخروف ده مع خرفان تانية من السوق،
خلاص ادي مصاريف، وبعدين هحطه في مكان لغايه ما نذبحه، ادي مصاريف ثانيه، وبعدين هاكله في المكان ده يوم ولا يومين ولا ثلاثه، ادي مصاريف ثالثه، وبعدين يوم العيد هجيب جزار يذبحه، ادي مصاريف رابعه، وبعدين بعد كده هقطع اللحمه واكيسها وابتدي احطها عشان اوزعها على الناس، ادي مصاريف خمسه، وبعدين هاخد بعربياتي دي اللحمه بتاعت الخروف او بتاعت العجل ده واوزعها على البيوت. خلاص؟ يبقى انا دخلت في ست متغيرات مجتمعيه مدنيه ميدانيه بعد ما جات لي الفلوس من عندك. حتى كمان اقول لك ايه؟ تقول لي اقول لك ايه؟ اقول لك ان حتى لما بتحول ال 50 ال 60 جنيه دول في جزء منهم البنك بياخدها. فازاي ان الخروف يكون ب 50 جنيه في 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 اسلام اباد وانت تقول لي 60 جنيه؟ اقول لك ان 10 جنيه دول او 5 جنيه او 6 جنيه او 7 جنيه دول مصاريف اداريه. والا تخيل بقى، ودي النكته، لما احب اهزر معاك وادلعك كده، الفلوس هتنط من جيب حضرتك كمتبرع مانح وتطير في الهواء عبر الاثير الى ان تصل الى السوق فتشاور على خروف او كبش او معزه او بقره، ها، فتجري البقره الى الجمعيه وتقول لها انا البقره، وبعدين تنام البقره على البحر، ويجي السكين زي ما نزل السكين على ايه؟ رقبة سيدنا اسماعيل عليه السلام، وتنام البقره على الارض كده والسكينه تقطعها، لا في جزار ولا في مسلخ ولا في حاجه، وبعدين تتقطع البقره الى اكياس وتروح. كل ده ببلاش. اعمل انا ايه في نفسي بقى؟ يعني اشتري لنفسي تربه ادفن فيها ولا اعمل فيها نفسي ايه؟ دي حاجه بتخلي الواحد شر البريه ايه؟ ما يضحك. الفعل المغلوط لمنظور التقوى. يا اخي اذا كان الايه الكريمه بتقول لك استاجره يا ابي في قوه وفي امر خير واستاجرته القوي والامين، يعني القادر على العمل، القادر على الكسب. وما فيش حاجه ببلاش زي ما انا قلت في الاول. انما تاتي اعتقاد المانحين بان العاملين في المؤسسه دي، الله، طب هم ياخدوا فلوس ليه؟ طب هيعيش ازاي؟ طب لما نديهم الكفاف، طب الكفاف ليه؟ ما عنده زوجة وعنده أولاد، ولاد عايزين يخشوا مدرسة وعايزين يلبسوا هدوم وعايزين يعيدوا وعايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، هيجوا منين؟ ولازم احنا اللي بيشتغل في عملنا، وده بيحصل تعرف مين، واللي بيخلي واحد يعني أحد الأخوات ربنا يكرمها لو كان بيسمعني قالت لي أنا حبطت أجيبك المحاضرات في المؤتمرات عشان أنت بتعيط. فلما كنت بكلم مع أخويا السيد في الطيارة انا بعيط عشان محروق. هقول لك ايه يعني؟ لما الاقي الامام بتاع المسجد مش قادر يدفع ايجار الشقه بتاعته، ولا لابس هدوم مزيته، ولا مش عارف يعني ما عندوش عربيه يركب فيها، ولا اولاده شكلهم استغفر الله العظيم مش ده سوره الاسلام، طب ليه اديله مرتب يهينه؟ ليه عامله على انه متسول؟ ليه؟ ليه عين الناس وانا قاعد في بيتي في برج عادي؟ لا، دول بيشتغلوا عمل خيري يبقى ما يعيشوش عيشتنا، ما ياكلوش اكلنا، ما يعلموش اولادهم تعليمنا، ليه؟ وده بينطبق كذلك على مين يا شباب اللي بتسمعوني؟ على اصحاب الحقوق اللي انا كلمتكم عليهم في الاول. صاحب الحق ده بيتعين في خيمه، بيتعلم في خيمه، أو بياكل اللي هو العدس والذرة المسلوق، ولو عدت عليه حتة لحمة كل شهر يرقص هو ومراته وولاده. ليه؟ ليه الإهانة دي؟ النقطة الرابعة، عدم فهم المتغيرات المجتمعية. يا اخوانا المجتمعات بتاعتنا بتتغير كل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة. فازاي احنا
ما نستوعبش هذه المتغيرات اللي حوالينا. ازاي؟ ازاي تكلفة الحياة بعد كوفيد، بعد كورونا، وقبل كورونا، ودلوقتي بعد حرب أوكرانيا؟ كل الحكومات الفاسدة زودت الأسعار، يقول لك أوكرانيا أوكرانيا أوكرانيا. دخل أوكرانيا ببلدك وانت بينك منها آلاف الكيلومترات، لأن مسؤولين فاسدة. لكن زادت الأسعار، الناس هتعيش ازاي؟ سواء كانت الأسعار دي زادت في أوروبا وأمريكا أو في الدول الأخرى. النقطة الخامسة، عدم فهم متطلبات العصر. أنا دلوقتي زي ما كانوا بيناقشونا زمان، يقولنا بتشتروا عربيات دفع رباعي ليه؟ اللي هي الباجيرو والتويوتا، اللي هي اللاند كروزر والحاجات دي كلها. قال لهم تعالوا اطلعوا جبال أفغانستان، تعالوا نزلوا في الطرق الغير معبدة في جنوب السودان وفي شمال السودان، خلاص؟ تعالوا روحوا الصومال، اطلعوا الحاجات دي كلها. ازاي العربيات الرباعيه اللي هو الدفع الرباعي مش فانتازيه؟ فهو مش فاهم العمل ازاي. انا عايز اشتري كمبيوتر سرعته كذا، عايز اشتري برامج الكمبيوتر، برامج المحاسبات، يقول لك لا ما تشتريش. شايفين هذه متطلبات العصر اللازمه لينا احنا؟ مش عايزينها، مش فاهمينها، يقول لك لا دي ما فيهاش. عدم معرفة أن العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي ده أصبح مهنة وحرفة زي الطبيب. أنا قلت لكم كنت طبيب زمان، الحمد لله وربنا رقاني وأصبحت عامل مجتمعي، ترقيت. الطب مهنة، والهندسة مهنة، والتعليم مهنة، والزراعة مهنة إلى آخره، والعمل مهني، العمل التنموي الإنساني والاجتماعي مهنة، يرتبط بأبعاد كثيرة، من أبعاد سياسية واقتصادية وفكرية وفكرية، وفي أبعاد فكرية، وفي أبعاد أمنية. أنت ماشي والأمن بيتفرج عليك داخل وأنت خارج، واستخباراتيا مشتغل في مناطق فيها الإيه اللي هو الصدمات اللي هي الحصلة المسلحة دي إلى آخر، ودي بتتكلف حاجات مش سهلة. عدم فهم المانح بكمية، طبعا الكلمة دي غلط، المنحين بتفكرني بعادل الإمام، المنحين، أيوة كده. والله أضحكت سني بكمية تقارير. يعني أنا بتكلم مع المحاسب بتاعنا، وإحنا جمعية صغيرة قد كده، ميزانيتها ما كملتش 100,000 جنيه في السنه، واخد بالك؟ فبيقول لي ده لسه كمان، يعني جم هم في شهر يوليو وهيطلع التقرير من المحاسبه من المراجعه الخارجيه على مثلا اول سبتمبر. قلت له ليه؟ احنا عندنا في، قال لي كميه القوانين اللي حاطينها في المراجعه عشان محاربه ما يسمى الارهاب، اللي هو لم يعرف الى الان، بقت كتيره جدا. وكمية التقارير دي كلها اللي انت بتعملها دي بتخلي ان انت في وقت بيبذل، في جهد بيبذل، في مال بيبذل عشان تقدم دي لجهات مختلفة في الدولة. دي الأسباب اللي هي الخارجية. بعد كده الشريحة التانية، ازاي بقى نقلل المصاريف الإدارية؟ احنا ممكن من يوم، من أول يوم يكون عندنا فهم. يعني مثلا دايما أنا أذكر بالخير أستاذ ليا من الأساتذة الكبار رحمة الله عليه، هم أستاذين كانوا في الجيل بتاعنا، لكن ربنا تولاهم برحمته واشتاق لهم فذهبوا إليه قبلي. منهم الدكتور عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه، أستاذي ومعلمي وكويتي. ومنهم الدكتور فريد القرشي، يمكن عبد الرحمن سميت ناس بتذكره، لكن فريد القرشي ما حدش بيذكره. كان هو مشرف العام على هيئة الإغاثة الإسلامية في التسعينيات، ونقلها نقلة غير عادية في السعودية. طب من حسناته إيه يا شباب؟ أيوة جزاكم الله خير يا أخت نسرين رحمهم الله، وأتمنى إنك تدعينا لما ربنا يتولانا برحمته ويدعونا إليه، ولي آمين.
فريد قرشي رحمة الله عليه، لأنه كان أخذ دكتوراه من أمريكا في الماركتينج في التسويق، عمل 25 عمارة أو برج وقفي لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، إلى الآن ما زالت تمثل الدخل الرئيسي أو جزء كبير جدا من الدخل الرئيسي لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية. يبقى منظومة الوقف نفكر فيها من أول يوم، منظومة تجارية استثمارية، إذا كان عندنا قدرة على عمل تجاري استثماري من خلال شركة تجارية استثمارية مستقلة لنا أو مشاركة فيها نعملها بما تسمح به قوانين الدولة. إذا كانت حكومتنا أو الشركات اللي حوالينا عندها القدرة على رعاية بعض الموظفين في بعض الحكومات زي الحكومات الخليجية، بتفرغ بعض العاملين في بعض المؤسسات الخيرية، أو إذا كان عندنا بعض الأغنياء من ذوي الكفاءات عايزين يشتغلوا معنا مش عايز مرتب، زي مثلا في كتير جدا من الشباب اللي في أمريكا، يعني زي ما تقولوا عملوا المال اللي هم عايزينه من خلال عملهم في بعض المؤسسات، فبقى عنده 40 سنة 45 سنة قالك أنا مش عايز أكتب أكثر من كده، أنا عندي مال يعمل لي دخل لغاية ما موت، ده ممكن يتبرع بوقته ويجي يكون موظف عندك مش هياخد منك مرتب. دول أربع وسائل كيف نقلل المصرف الإدارية. اللي بعدها نمرة خمسة، في مؤسسات دولية، وأنا ضربت المثل ده قبل كده في بعض التجارب الناجحة للإغاثة الإسلامية، اللي بتشتغل مثلا في مكتب ميداني زي كوسوفو محتاجة، أو زي البوسنة محتاجة، فبدأ المكاتب دي هي نفسها تجمع فلوس من أبنائها داخل الوطن أو أبنائها اللي في أوروبا وأمريكا للمشاريع بتاعتها، والتجربة الناجحة في كلاهما إنهم بدأوا يجمعوا في كوسوفو في رمضان يمكن جمعوا 500,000 أو 600,000 يورو، في البوسنة جمعوا العام ده مش عارف العام الماضي حوالي 1.2 مليون يورو، لأنهم بدأوا من خلال المعاناة إن هم يتعاملوا مع أبناء شعبهم في داخل البوسنة وداخل كوسوفو أو أبناء الجاليات المهاجرة من أبنائهم اللي موجودين في كندا وأمريكا والدول العربية. ده يكون مدخل تاني عشان يقلل المصاريف الإدارية. بناء منظومة الوصايا والنذور مع الوقوف والعطايا والهبات والحاجات دي كلها، يبقى مكمل للمنظومة الوقفية من خلال الفقه الإسلامي، سواء كان حنفي أو حنبلي أو مالكي أو شافعي أو إلى آخر. اهتمام والاستثمار في منظومة قبول التبرعات العينية، دي الأدوية للشركات والفرش والملابس والأساس والمعدات الإلكترونية الأخيرة. خلاص في سبعة وممكن تزودوا عليها، لكن مع ذلك نراعي، اسمعوا بقى الحتة الحمراء اللي مكتوبة في الآخر دي، ذكر كل هذه المداخيل في تقاريرنا الأدبية والمادية. أقولها تاني، ذكر كل هذه المداخيل في تقاريرنا الأدبية والمادية، أي علينا أن نعرف مصدر المال الذي حصلنا عليه والذي كان سبباً في إقلال المصاريف الإدارية. واضح يا شباب؟ واضح. اللي بعد كده ندعم للجمعيات والمؤسسات. في بعض المحاذير هنا وأنا بقولها، التقارير الأدبية اللي هو بالنسبة للسؤال اللي طلع ده على الصفحة، يعني أنت بتحطي تقرير فني اللي فيه المشروع بأهداف كلها، بتحطي تقرير أدبي في اللي هو الواقع العملي على أبناء هذا المجتمع. يعني مثلا كان لنا احنا في التقرير الأدبية اللي هي مبنية على التقرير الفنية، اللي هو لما رحنا في حتة في إقليم اسمه واو في منطقة وراب في محافظة واو في جنوب السودان، قلنا هنشتغل في المياه بس،
فاشترينا حفار واحد. الحفار ده اشتريناه 2003. فبعد ما رحنا في 2007 نزول المكان ده، فالجوالي لما قعد معانا تعرف قال لنا ايه؟ جزاكم الله خير، في خلال الاربع سنوات اللي فاتوا انتوا استطعتوا ان تكفوا 25-30% من حاجه الولايه في المياه الصالحه للشرب. ده بيتحط في الادبيات، في صوره، في كلمه، في شعر، في قصه، في حدوته الى اخره. مش كل شيء تقارير فنيه. معايا يا شباب؟ مش كل شيء تقارير فنيه فقط او تقارير ماليه. ده العام للجمعيات بقى والمؤسسات. شكرا، جزاكم الله خير. ما تقبلوش منح مشروطه بعدم وجود مصاريف اداريه. سامعني؟ في بعض المؤسسات بتفرض عليك ان مفيش مصاريف اداريه، قول له مش عايز فلوسك، لان ده هيجعلك ان انت اما تاكل من احتياجات المستشارين اللي عندك او تصرف من ميزانيه اخرى فتفلس المؤسسه. ارفض يا اخ، مش فاكر اخونا اللي كان معايا على اخ غيث، ارفض ارفض انت وغيرك. لا، مش حاجه اسمها اخد فلوس هشتري خروف ب 50 جنيه. طب هذبحه ازاي؟ مين هيذبحه لي؟ هنقله ازاي؟ هكيسه ازاي؟ هعمل دراسه جدوى ازاي؟ سوري، دراسه حاله ازاي؟ ارفض. وتعودوا كلكم تقولوا لا. اتعودوا انكم تقولوا لا. اللي يتعود يقول لا، في يوم من الايام هيجي اللي هو صاحب القرار الاخر يقول له سمعنا واطعنا. ولا تقبل المصاريف المنح انت بتدفع عليك مصاريف ده 3%. بعض المؤسسات العربيه بتتعنت، انا اقول تتعنت بالثلاث تاءات المعنته، تتعنت. ما فيش الا 3%. بأماره ايه؟ ده انت في بلدك عندك كل حاجه ومصاريفك الاداريه اكتر من 10% ما بتطلعهاش. وانا بتحدى كتير جدا من الجمعيات اللي في بلاد ما انها تطلع تقاريرها الماليه من خلال المراجع الخارجي بكل مصاريفها الاداريه بما فيها اللي هو المرتبات اللي بياخدها كبار الموظفين فيها. انا اعرف بعض الموظفين ياخدوا في الشهر بسم الله ما شاء الله اكتر من الناس اللي بتاخده في اوروبا وامريكا. بيجي يقول لك لا، مفيش 3%. تعرف ما مش هعمل لك حاجه. لا تقبلوا منها ستنافى او تعارض مع الثقافه المحليه او قيمكم. في منح مشروطه تيجي من البعض. لا تقبلوا منح لا يرد على اصحاب الحقوق. يعني مثلا انا في القضيه السوريه يعني لا ادعي ان انا اعرف الكثير، لكن على الاقل تعلمت الكثير. والله من 2015 او 2016 كان يقولنا يقولولنا احنا مش عايزين سله غذائيه، قولوا المانع لان السله الغذائيه. كان ياخدوا السله الغذائيه يبيعوها، كان مثلا ممكن السله الغذائيه تكلف 80 دولار او 70 دولار تتباع ب 30 دولار او حاجه في السوق. احنا مش عايزين ناكل، احنا ممكن نشتغل، احنا حرفيين، احنا مهنيين، احنا كذا احنا كذا احنا كذا. في مره من المرات كنا في جنوب لبنان لما حصل اجتياح في 2006، بعض المؤسسات الغير مسلمة أخطأت وأرسلت لحم خنزير في معلبات. فطبعا كان فضيحة، فضيحة في بلد يمكن 80-90% منها من المسلمين بكافة المذاهب الدينية، والمؤسسات دولة تعمل كده، أو بعض الملابس اللي لا تتوائم مع ثقافه المجتمع او مناخ المجتمع. حد هتعملوا بيها ايه؟ هترموها في الزباله، يبقى هتروح المينا تاخدوها. فلازم اي شيء يجي لك تتبعت لك بيه الاول لسته قبل الشحن. اللسته دي على ما يعني كم على احتياجاتك ولا لا؟ لو كان على احتياجاتك اقبلها واشرب، ما عندكش ما تاخدهاش. اللي بعد كده
كيف نحقق هذا النداء على أرض الواقع؟ أهم شيء في الموضوع، وطبعاً كنا بنتكلم إحنا في العربية النهاردة أو في الملتقى بتاعنا اللي كانت عمل في إسطنبول من 26 إلى 28 يوليو، والعايز المحاضرات بتاعته يقول لنا يبعت للرواد وإحنا نبعت له كل المحاضرات بتاعت الملتقى. نجاح اللي هو المؤسسات السورية خاصة في دولة تركيا، واللي أصبح فيها منها مؤسسات تجمع 40 مليون أو 50 مليون أو 600 أو 70 مليون كل سنة. فانتقلوا من المؤسسة الفردية إلى التكتلات، إلى الشبكات، إلى الروابط، روابط الشبكات أو شبكات الروابط. ده مهم جدا لأننا نتواصل مع بعضنا البعض علشان نعمل سياسة تستطيع أن تقول نعم ولا. يعني مثلا عندنا في بريطانيا في مؤسسة اسمها بوند، وفي مؤسسة اسمها أكيفو. أكيفو دي أعتقد كانت تبع اللي هم رؤساء الجامعات اللي هم المدراء التنفيذيين. بوند فيها 320 أو 400 جمعية بيطلعوا سياسات استمعين الحكومة والمانحين، وكذلك أكيفو وغيرها. فأنتوا لو احنا عايزين نحقق النداء ده على أرض الواقع المجتمعي، لابد نتواصل مع بعض، نبني شراكات، نتشابك، نتعارف، نبني ائتلافات، منتديات، ونتفق على كلمة واحدة. من أجل مين؟ من أجل أصحاب الحقوق اللي كلمت عنهم في الأول. ونتعلم بأن نقول جميعا كلمة لا، ولا يتسابق البعض ليسبق البعض الآخر، من أجل الحصول على منحة وقت عن الباقون في ظهرانيهم. فإن لم تتعلم، مش عايز أتكلم لكم، فإن لم نتعلم أن نقف وقفة رجل واحد مع أو أمام سياسة المانح، فلن نستطيع أن نغير من واقع الأمر. واضح يا شباب؟ وضعوا رؤية المجتمعات الشركية. ما فيش حد يحط رؤية لنفسه وبقية المجتمع في معزل عنه. لنفرض احنا مثلا بنشتغل في إدلب أو في هرجيسة أو في دير الزور أو في القاهرة أو حي من أحياء القاهرة، نقعد مع بعض الجمعيات دي كلها أو على مستوى الوطن السوري أو اليمني أو كذا، نقعد مع بعض عشان نحط رؤية مشتركة، اللي من المحافظة دي والمحافظة دي والمحافظة دي والمدينة دي والمدينة دي والتخصص ده والتخصص ده والتخصص ده والإثنية دي والإثنية دي والإثنية دي والمرجعية التاريخية المختلفة والمرجعية الفقهية المختلفة والمرجعية الدينية المختلفة إلى آخر. ما هتحط رؤية لوطن أو لقطاع لوحدك بأمارة إيه؟ حتى في واقع الصراعات المسلحة أنت لوحدك هتحط رؤية إيه؟ لابد نقعد مع بعض نتكلم مع بعض، إحنا مش أعداء، إحنا كلنا لما اتفقنا مع بعض إحنا أجراء لدى الفقراء. واضحة؟ فأنتم أهل لوضع هذه الرؤية اللي كانت تستطيع أن تغيروا من سياسة المال. اللي بعد كده النقطة الثالثة، نحط تعريفات جديدة. دي لا، يعني جزاهم الله أخواننا في الغرب وأخواتنا في الغرب عملوا تعريفات سبقونا فيها، جزاهم الله خير. 80-90% من كلام بيقولوا صح، لكن في بعض الحاجات احنا عايزين نحط لها تعريفات تكون فيها ثقافتنا وقيمنا واخلاقنا. فمثلا من تعريف الاستجابه السريعه على انها هي استجابه العاجله لتلبيه حاجات المنكوبين من النازحين واللاجئين، خلاص المشردين الى اخره. فلو احنا قعدنا تعريف الاستجابه السريعه هنبنيها على ثلاث اشياء: شراكه مبنيه على وجدان ومشاعر ووجود. وجدان ومشاعر، وجدان اللي هو الاحاسيس، والمشاعر اللي هي الاحاسيس، والتواجد هو التواجد مع الناس. لازم المانح ده
يكون عنده مشاعر تجاه المنكوبين، وجدانه بيتحدث عن معاناة المنكوبين، يكون زار وشاف وتعايش معهم، شافهم عايشين ازاي، عشان ما يعملش الممتحنين دول من أصحاب الحقوق على أنهم أرقام أو عدد أجواز جزم أو عدد بنطلونات أو عدد تنورات أو عدد بلوزات أو عدد سلات غذائية أو عدد يعني حقائب مدرسية. لا، هذا الطفل وهذه المرأة وهذا الرجل الشيخ ومجموعة من المشاعر والأحلام والأحاسيس، ولابد التفاعل معها مع بوجدانك ومشاعرك وأحاسيسك وتواجدك معهم كذلك، لأن من لا ليس من رأى ليس كمن سمع، من رأى ليس كمن سمع. فبالك بقى من تعايش وذهب وتفاعل معهم ليس كمن رأى فقط، لكن ممكن تكون رؤية عن طريق التلفزيون أو عن طريق زيادة ميدانية مدة ساعة أو ساعتين، لكن التعايش معناه أن أنا روحت وقعدت وشفت الناس عايشة ازاي وبتاكل ايه وبتشرب ايه وبتنام ازاي. لما تبقى المرأة نايمة في خيمة وخايفة بالليل حد يخش عليها وهي أرملة يعني مش عارفة تنام، دي لما يحصل لها أزمة نفسية بعد كده مين هيعالجها؟ ولما تسمع حاجة ماشية كده وتبقى مش عارف ده هيخش عليهم ديب ولا كلب ولا كذا ياكل ولادها، أو حد يبص عليها من خيمة، المرأة دي مش هي أمي؟ مش هي أختي؟ مش هي بنتي؟ مش هي خالتي؟ مش هي جارتي؟ مش هي شرفي؟ مش هي عرضي؟ مش هي مستقبل الأمة اللي بتربي الأجيال؟ هي دي. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء لابد المانح في إعادة التعريف نضع مشاعرنا في التعريفات، نضع ثقافتنا في التعريفات، نضع قيمنا في التعريفات. مش مهم ان انا احط تعريف واضح مش واضح يعني اتفق عليه الجميع، لكن لابد ان اضع تعريف انا اؤمن به من خلال قيمي واخلاقي وثقافتي وديني وتاريخي وفلسفتي وحبي للعمل ومهنيتي وخبرتي. ده اللي احنا نتكلم عليه، وانتم اهل كده واكثر من كده يا اخوانا. عشان أعتقد دي آخر شريحة، لابد أن نثق في أنفسنا فأننا قادرون على أو قادرون على إحداث التغيير ولو لم نكن واثقين في أنفسنا لن نحدث أي تغيير مختلف. وتقام الثقة بالنفس على أساس العلم والمعرفة والخبرة والدراية والإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالمجتمع والإيمان بالحاجة المجتمعية. أما هنعمل تغيير إزاي بالأوانطة بالهلبلة؟ مش هينفع. هلبلة بطلنا من زمان، زي ما كان في أحد المحاضرات في الملتقى بتاعنا من تقريبا 3 أسابيع في إسطنبول، الشيخ عصام البشير الدكتور عصام البشير قال الفرد الموسوعي انقرض عصره خلاص. الإمام محمد الغزالي خلاص ما فيش دلوقتي، أصبح دلوقتي في المؤسسة التي تحول الفرد إلى موسوعة، لأنها في عصر المؤسسات. أنا أشكركم جميعا، جزاكم الله خير أنكم تحملتوني كل هذا الوقت وتحملتم صوتي. وأشكر أخواتنا الأخت أميرة إن شاء الله نفع الله بها، وأشكر أختنا هاجر كذلك نفع الله بها، وأشكر كل الشباب اللي كانوا معنا ربنا يبارك فيكم. وكل ما أفاض الله بي علي كان من حسن حبكم لي، وأراكم إن شاء الله يوم الخميس، النهاردة خميس يبقى يوم الاثنين في محاضرة أخرى، أنا بس مش فاكر اسم المحاضرة يعني، بس إن شاء الله هكون معاكم، بس هكون إيه ربنا يجعلنا. شكرا يا أخ غيث، شكرا يا أخ دكتور ماجد، وشكرا يا أخت نسرين، وأستودعكم الله
وشكرا على أنكم رفعتم روح المعنوية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا شكرا شكرا. بارك الله فيك. إن شاء الله موعدنا بإذن الله يوم الخميس بنفس. لا هذا الخميس. نعدك يوم الاثنين. نعم بإذن الله يوم الاثنين. هذا الخميس. نعم في محاضرة ماذا يحدث حينما تكبر المؤسسة في المحاضرة الثانية. هل بس أقول لهم بق حامد كذا؟ حينما تصبح المؤسسة مستنقعاً مستنقعاً آثناً بالطفيليات والأمراض والانقسامات. خلاص يا شباب ده إعلان عن المحاضرة اللي كانت من واحد الأخت أميرة والأخت هالة والأخت فاطمة حرص طبعا. شكرا وكلكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور. ربنا يبارك فيكم. شكرا لك على هذا الجهد المبارك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.